وللحديث أكثر عن تفشي الفساد في الأوساط السياسية والحكومية في العراق مع تنامي تهريب الأموال للخارج، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين المعارض السياسي العراقي علي الشعلان. أهلا بك سيد علي. يعني بداية، عندما يعترف وزير المالية بأن أكثر من 200 مليار دولار تم تهريبها خارج العراق، يجب السؤال عن المسؤول عن هذه الأموال المهربة منذ الاحتلال وحتى اليوم. تفضل. نعم أخي، أحييك بالبداية. ونعم، مثل ما حضرتك تفضلت، وزير المالية، هذا الرقم اللي انطاه نهائيا مو صحيح. الرقم أكثر من هذا بكثير أخي. نعم. يعني لمدة 20 سنة أو 18 سنة هم استولوا على السلطة في بغداد، بالتأكيد أكثر من هذا الرقم. احنا عندنا معلومات، وعندنا مو فقط معلومات، عندنا إحصائية بالأموال المهربة. الإحصائية فقط اللي موجودة عندنا أكثر من 386 مليار. يعني حضرتك بس بحكومة المالكي بحدود ال 300 مليار. نعم. يعني 200 مليار، 250 مليار إلى 300 مليار مهربة، هذه بس في الثمان سنوات اللي كان بيها. نعم. رئيس الوزراء في ذلك الوقت نور المالكي. نعم. سيد علي، يعني باعتقادك لماذا لم يسأل وزير المالية نفسه عن هذه الأموال من حيث الضوابط المفروضة من قبله مثلا؟ أخي، وزير المالية لا، ما توجد في إيده سلطة يتساءل. اليوم سلطة الأحزاب، سلطة الميليشيات، سلطة محور المقاومة، محور المقاولة. فقط محور المقاولة يأخذ شهريا من خزينة الدولة العراقية، من مال الإنسان الفقير العراقي، احنا عندنا معلومات تقول بحدود الأربع مليارات. أخي، أموال العراق حتى تهرب إلى لبنان، إلى حزب الله الإرهابي في لبنان، تهرب إلى الحرس الثوري هناك في العراق. حتى التعويضات هم ما يعلنوها علنا، الطبقة الفاسدة الحاكمة في بغداد ما يعلنوها. هناك تدفع تعويضات للحرب العراقيه الايرانيه، اللي يعتبرون هم قتلة الجيش الايراني في الحرب اللي استمرت 8 سنوات بيننا وبين جمهوريه الشر ايران. هذه تدفع من اموال الشعب العراقي، من نفط الشعب العراقي. موجوده هذه كلها، موجوده. ارجع الى اعترافات في البنك المركزي، المدراء العامين، تشوف هم نفسهم قالوا انه موجوده هاي الميزانيه الى الحرس الثوري، والى هم يسموهم شهداء، هم قتلى في حربنا العادله معاهم في قبل بالثمانينات. نعم. العراق خاض حرب، حضرتك تعرف 8 سنوات وياهم. احنا ندفع، الانسان العراقي الفقير يدفع حاليا. نعم، تفضل حضرتك. نعم سيد علي، يعني في ظل الحديث عن الضوابط، هنا ايضا ياتي دور الجهات الرقابيه والامنيه كما تعلم. والسؤال، كيف يمكن أن تهرب كل هذه الأموال من دولة من المفترض أن بها أجهزة رقابية ومنافذ حدودية وضوابط أمنية ينفق عليها المليارات؟ هذه أخي فقط بالإعلام هم يقولون في أجهزة أمنية. يعني أكثر من مناسبة التلفزيون تناقل أشخاص من النواب، من عصاباتهم، من حسابات الأحزاب. هم يسموه هذا مجلس النواب، هو هذا مجلس عبارة عن تقاسم الكامسيونات والغنائم. أكثر من مناسبة مسكوا في مطار بغداد الدولي 5 مليون و10 مليون دولار. هاي قبل فترة وجيزة جدا، 6 أو 7 أشهر، في نائب الصيادي مسكوا عنده 6 ملايين دولار، وتناقلتها الصحافة والإعلام العالمي. يعني هذا شيء بسيط، هاي 6 ملايين. فكيف علاوي اليوم يطلع لنا كذا في الاذاعات وفي اللقاءات يقول لنا الاموال المنهوبه هو حدثها 150 مليار؟ يستحيل هذا الرقم، مو صحيح حقيقي. الرقم اكثر من هذا بكثير. لا، ما بايده علاوي يعني يفعل الامن ويفعل المساءله، لانه الاحزاب هي 12 13 كتله، هي تتقاسم، يبيعون النفط ويتقاسمون بيناتهم وينطون هسه حاليا هم عندهم نظام يريدون للمتقاعدين، يعني على المتقاعدين، على الناس الفقراء يريدون يخلصون من هذا، ورفعوا الدولار في سبيل
موازاة الموازنة، هذا ما حيحل مشكلة الناس الفقراء في العراق. نعم. السؤال الأخير الآن سيد علي، يعني نوري المالكي أدلى بدلوه في قضية الأموال المهربة وقال إن الجميع يعرف حرصه على المال العراقي. السؤال هنا برأيك، ألم يعرف العراق طريق للأموال المهربة والفساد في فترة ولاية المالكي؟ يعني هل كان هناك سيطرة على ملف الفساد ولم يكن هناك تهريبا للأموال؟ لا بالتأكيد لا، أفسد حكومة، أفسد حكومة. طبعا هذا مو معناته أنه كلهم فاسدين، كلهم فاسدين، كل هذا الطبقة السياسية يسمون نفسهم الطبقة السياسية، هم مجموعة مرتزقة سارقين. أفسد حكومة مسكت العراق لثلاث سنوات هي حكومة المالكي. نعم. حكومة المالكي أنا بينت لحضرتك 380 مليار وميزانيتين العراق ما يعرف بيها وين، وما حد يقدر يسأله، ما حد يقدر يسأله. الأكراد حاولوا يسألوه، طلع لهم 100 مشكلة، 100 مشكلة طلع للأكراد في سبيل هذا ويسألوه الميزانية وين. وهاي حضرتك تعرف ثمان سنوات إدارة المالكي وصل العراق إلى الهلاك، أفلست ميزانية الدولة. نفس العبادي لما استلم السلطة اعترف قال أنا لزمت خزينة خاوية، معناته إذا يبدون بالفساد خلي يبدون من المالكي، خلي يجيبون المالكي يحاسبوا. بس هم أخي هم عبارة عن عصابة يتقاسمون الأدوار لا غير. المعارض السياسي العراقي علي الشعلان كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك.